أهلا بكم مشاهدينا. في حلقة زوايا الحدث لهذا اليوم سنناقش مستجدات الوضع اليمني في اللقاءات والأروقة الدولية. اليمن إحدى أهم أولويات الرجل القادم إلى رأس المنظمة الدولية، هذا ما كشفت عنه أولى تصريحات الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، التي اعتبر فيها أن مهمة إحلال السلام في اليمن من أهم التحديات التي يسعى إلى كسبها خلال فترة عمله على رأس المنظمة الدولية. تصريحات الأمين العام الجديد للأمم المتحدة رفعت منسوب الأمل لدى الكثيرين ممن لا يزالون يعتقدون أن بوسع الأمم المتحدة وأمينها العام أن يتجاوز دائرة التعبير عن القلق إلى العمل الجدي من أجل إحلال السلام في البلدان المدخنة بالحروب في المنطقة والعالم وبينها اليمن. تصريحات غوتيريس تزامنت مع المضمون الإيجابي للبيان الصادر عن اللقاء الوزاري الخامس المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا الذي اختتم الخميس في العاصمة السعودية الرياض، وأكد أهمية التوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات المتفق عليها والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن 2216. المضمون نفسه الذي يحمل نبرة منحازة لحل الأزمة في اليمن على ذات الأطر المرجعية والاعتراف بشرعية السلطة الانتقالية عبرت عنه الكلمات التضامنية التي صدرت عن عدد من المسؤولين الذين التقاهم الرئيس هادي ووزراء الحكومة في الرياض خلال ساعات الماضية، خصوصا تلك التي جاءت في سياق الدعوة التي وجهها وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية توبياس إليود عقب لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي. مشاهدينا، نتوقف عند هذه المستجدات لنناقشها في محورين: التحركات الدولية وأثرها في تعزيز المسار السياسي، ومدى إمكانية تبلور اللقاءات الدولية إلى مواقف من شأنها التأثير على مساري الحرب والسلم. لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود. حضرت اليمن إلى جانب سوريا وجنوب السودان كأهم دول تعهد الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس ببذل أقصى ما يستطيع خلال مدة ولايته من أجل إحلال السلام فيها. تصريح المسؤول الأممي من شأنه تسليط الضوء على حجم المشكلة اليمنية التي باتت مشكلة للعالم والمنطقة جراء تشابك الخيوط فيها وتحولها لمنطقة نزاع دولي وإقليمي. تعثر الحل السياسي في اليمن وإخفاق المنظمة الأممية ومجلس الأمن الدولي في احتواء الأزمة اليمنية على مدى 5 أعوام من شأنه أن ينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة، وهو ما كشف عنه ارتفاع وتيرة التوتر مؤخرا ودخول البحرية الأمريكية على خط النار حين قصفت بحريتها مواقع داخل اليمن. اجتمعنا اليوم، تحاول القوى الإقليمية إعادة ترتيب تحالفاتها استعدادا لجولة جديدة من المواجهات التي لن تتوقف إلا بعد عملية كسر للعظم، وهو ما تقوله التحركات الإقليمية الرامية لإعادة التحالفات الإقليمية ودخول لاعبين جدد في خط الأزمة اليمنية. محاولة الاعتداء على البارجة الأمريكية والرد الأمريكي على مواقع ميليشيا الحوثي داخل الأراضي اليمنية من شأنه تحريك المياه الراكدة في الملف العالق بين الكبار، حيث دعا وزير الخارجية البريطاني لاجتماع اللجنة الرباعية الأحد المقبل لمناقشة تداعيات استهداف البارجة الأمريكية. تركيا باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى من الدخول بشكل مباشر في تفاصيل الأزمة اليمنية التي عبر عنها البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير خارجية تركيا. إيران هي الأخرى سارعت لرفع وتيرة تحركاتها العسكرية والسياسية، وباتت النبرة المرتفعة والصادرة عن أدوات طهران في بغداد وبيروت ضد عمليات التحالف العربي وإرسال بارجتين عسكريتين إلى خليج عدن بالتزامن مع الاتهامات الأمريكية حول تورط طهران في تزويد الحوثيين بالصواريخ التي استهدفت البارجة الأمريكية في باب المندب. في الضفة الأخرى، بحت أصوات ميليشيا الحوثي وحليفهم المخلوع صالح في إنكار مسؤوليتهم عن استهداف البارجة الأمريكية في حالة تكشف زيف ادعاءات الحوثي خلال الفترة الماضية في إظهار العداء لأمريكا.
إذن لبدء النقاش مشاهدينا ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي خالد باطرفي. سيد خالد مساء الخير. يا هلا مساء النور. سيد خالد، بالأمس كان هناك لقاء في الرياض مع تركيا وهناك دعوة الآن لانعقاد اللجنة الرباعية. كيف تقرأ هذه التحركات الدولية والإقليمية وأثر هذه التحركات على مسار الحالة السياسي في اليمن؟ ما في شك أنه قضية اليمن في قلب كل مباحثات وكل تواصل وكل مجهود سياسي أو دبلوماسي تقوم به المملكة العربية السعودية، ولذلك من الطبيعي كان أن تدرس هذه القضية وأن يصدر فيها بيان بعد اللقاء الذي تم بين وزراء الخارجية في دول الخليج وتركيا. تركيا منذ البداية أود التذكير بأنها دعمت عاصفة الحزم وأعلنت وقوفها مع الشرعية، وأكدت في أكثر من مناسبة أنها تقف مع الشرعية وضد الإنقلابيين، وخاصة أنهم هم عانوا كثيرا من الانقلابات العسكرية وآخرها الذي تم قبل بضعة أشهر. فلذلك هي تقف معنا قلبا وقالبا، وتدعمنا أيضا في مجهودات سياسية ودبلوماسية الدولية. واستعد لتقديم أي عون أو دعم قد يطلب منها. نعم سيد خالد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال في تصريحاته إن اليمن وسوريا ستكون ضمن أولوياته. هل يمكن القول بأن الأمم المتحدة ستخرج من دائرة القلق هذه المرة إذا جاز لنا القول إلى دائرة التحرك الجدي على الواقع؟ نحن يجب أن نعطي الأمم المتحدة والأمان العام فيها أكثر من حقها، لأن في النهاية فالدول العظمى هي التي تملك مقاليد القرار في الأمم المتحدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات صارمة وتنفيذية. هذه لابد أن تتم من خلال مجلس الأمن، وعقدة العقد في مجلس الأمن هي عدم التوافق بين روسيا وأمريكا، وأيضا خذلان الحليف الأمريكي لنا فيما يتعلق باليمن. وأنا أعتبر أن أمريكا هي الحليف السري للحوثيين في واقع الأمر، وإن كانت اشتلت بنارهم مؤخرا عندما أطلقوا عليها الصواريخ واكتشفت أنهم ميليشيات لا عقل لها ولا عهدا ولا ذمة. نعم سيد خالد، يعني تكرم بالبقاء معنا. سنشرك معنا في النقاش من اسطنبول، سينضم إلينا المحلل السياسي مصطفى أوزغان. سيد مصطفى مساء الخير. مساء الخير. أهلا بك سيد مصطفى. ما هي قراءتك لمخرجات اللقاء التركي بمجلس التعاون الخليجي الذي عقد مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض؟ طبعا بعض التحديات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لتركيا تتعمق علاقات استراتيجية بين تركيا والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين تركيا، لأننا نحن في خندق واحد حقيقة. لذلك اللقاء وأيضا طبعا الجلسة بين الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي وبين تشاوشولو طبعا مهمة للغاية، يتعمد أصلا لتعميق العلاقات. يعني أنا أرى القضية اليمنية والقضية السورية مرتبطة بعضها ببعض، والحل هو الإقليمي والمحلي القطري والإقليمي، على أساس هناك صراعات داخلية طبعا في اليمن وفي سوريا، وأيضا هناك بعض الدول الإقليمية طبعا ربما هناك دول لديهم محاور أو هناك محور إيران، وبالمقابل لا بد أن تكون هناك محور آخر مضاد حتى يكف طبعا المساعي الإيرانية للتوسع في المنطقة. لذلك هناك تحدي إقليمي وتحدي العالمي، لأن هناك تقلبات في السياسة الأمريكية، وإذا روسيا دخلت على الخط في الآونات الأخيرة لمصلحة المحور إيران، أيضا الموقف الولايات المتحدة الأمريكية متذبذبة، لذلك تضر أكثر مما تنفع. إذن لابد أن يكون هناك تلاهم إقليمي لأن هناك متضررين. لكن سيد مصطفى من خلال هذا اللقاء، من خلال هذا اللقاء، هل هذا اللقاء بالفعل سيسفر عن توحيد وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية ومنها اليمن؟ نعم أعتقد ذلك هي ربما بداية مشوار،
هذه الخطوة بداية المشوار بين تركيا ودول المجلس التعاون الخليجي طبعا وخاصة المملكة العربية السعودية. نعم هناك مشوار بدأت أصلا قبل عدة سنوات، لنا علاقات طيبة وقائمة مع المملكة ومع باقي الدول لمجلس التعاون الخليجي، ولكن هناك تحديات خاصة بعض الربيع العربي وأيضا بعض التدخلات الإيرانية وأيضا تذبذبات عالمية هي على هذه القضايا خاصة قضية اليمنية. تركيا طبعا بموقعها الجغرافي بعيد عن المنطقة إلى حد ما، ولكن توفر الجهود لصالح هذه القضية قضية اليمنية لصالح شعبها، وأيضا تأييدا لموقف المملكة العربية السعودية وأيضا تحالف دولي القائم لحل قضية اليمنية. لكن سيد مصطفى، يعني على ماذا تستند تركيا في موقفها تجاه القضية اليمنية؟ يعني هل يأتي ذلك في إطار المصالح الدولية ويعني الإقليمية، أم هو مرهون بقيم معينة مثل قيم الديمقراطية الشرعية؟ طبعا أولا بالقيم الشرعية والديمقراطية، تركيا طبعا متعاطفة مع طبعا الحركات الديمقراطية الشعبية، أن يستند إلى الشعب، يعني إذا كانت هناك إرادة شعبية وتنوم عنه وتنظم عنه طبعا إرادة سياسية والتعددية وغير ذلك، تركيا تتعاطف مع هذه الحركات خاصة كما هو معلوم بعد الربيع العربي، ولكن حصل هناك بعض التعثرات بعد ما حصل في الربيع العربي وأدى إلى تعقيدات كما حصل في اليمن وفي سوريا وفي غيرها من البلدان. لذلك تركيا نعم مع الشرعية مع موقف الشعب، هذه حقيقة. وأيضا هناك مصالح تركيا، وهذه المصالح أصلا تتعين طبعا تحديات لمواصفات التحديات تحديات هناك تحديات قائمة، أنا قلت أن هذه التحديات والتهديدات طبعا تهدد مستقبل تركيا كما وصف من قبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. طبعا تركيا أداة توازن في المنطقة، زعزعت تركيا زعزعت كل الإقليم أو كل المنطقة. نعم سيد مصطفى، ولكن زعزعت المنطقة أيضا تؤثر بشكل كبير على مستقبل تركيا، على أمنها القومي أيضا مصالحها الأولى. إذا مصالح تركيا، أمن القوم التركي مهدد أصلا حتى من اليمن. نعم. عندما تنتصر مثلا المحور إيران هناك سيكون هناك أصداء غير إيجابية بالنسبة لتركيا، لأن تتقوى جناح أو ذراع إيران في تلك المنطقة، يعني لأن القضية واحدة كما قلت بين في المشرق العربي بين سوريا. نعم. والعراق واليمن. نعم بالفعل سيد مصطفى، ولكن سأكمل إيقاف. نعم. طبعا هذا التمدد من اليمن أو من العراق. نعم. هذا سيكون مفيدا لتركيا. نعم بالفعل سيد مصطفى، سأكمل الحديث معك، لكن بعد أن أذهب بسؤال لضيفنا الآخر السيد خالد باطرفي. السيد خالد، يعني بعد التطورات الجديدة ودخول أمريكا في خط الهجمات، يعني هل يمكن القول بأن دائرة التدخل الدولي تتوسع في اليمن؟ يعني الولايات المتحدة أعلنت أنها ضربة محدودة وعقاب لإطلاق الصواريخ، وأنها لن تتدخل في هذه الحرب. هذا إعلان صريح وأنا أصدقه، لأن الولايات المتحدة لا تريد أن يسقط الحوثيين تماما، بل تريد أن يكون لهم دور مستقبلي في إدارة الحكم، وهم حلفائها يعني حتى ولو لم يعلن ذلك. فأعتقد أن الدور سيكون محدود، ولكننا الآن على الأقل شاهدت الولايات المتحدة وعلمت بأن الحوثيين لا عقل لهم، يعني هؤلاء حلفائكم وهم الذين وقفوا معكم ضد التحالف وضغطوا على التحالف لعدم دخول صنعاء وصعدة وعدم نقل البنك المركزي، وكانت لهم مواقف كبيرة وهامة وأخيرة في الاجتماع الرباعي الذي عقد في جدة، والذي كان تقدم كيري بمبادرة وأفشله الحوثيون برفضها، والآن مرة أخرى يثبتون أنهم فعلا ليسوا أصحاب قرار، والقرار الحقيقي هو في طهران. نعم. وأنهم في النهاية لا يمثلون الشعب اليمني.
نعم، ولكن في ظل التطورات الأخيرة برأيك، هل هذه التطورات تصب في مصلحة المسار السياسي أم تتجه بالأمور نحو الخيار العسكري أكثر؟ أنا أتوقع الخيار العسكري أكثر، وأعرف أن الحوثيين إذا لم يصطدموا بالجدار تماما كما في الحروب الستة مع الحكومة ومع وأيضا مع السعودية، فهم يقبلوا بخيار آخر، لأن القرار ليس قرارهم في نهاية المطاف، وهم يعلمون أنهم أصبحوا مرفوضين من الشعب اليمني، وأنهم سوف يلاحقون هم وزعمائهم فيما بعد بالجرائم الحرب التي ارتكبوها، ظهر بعضها وبقي وما خفي كان أعظم، ولذلك المجرم يريد أن يحافظ على قدر الإمكان على آخر رمق على ما تم تحقيقه. ولكنهم إذا وصل فعلا السيف إلى الرقبة فسوف يتراجعون ويقبلون بأي حل يقدم لهم. نعم سيد خالد، هناك دعوة لاجتماع للجنة الرباعية مرة أخرى، يعني ما الذي سيسفر عنه هذا الاجتماع هذه المرة؟ في لوزانا؟ نعم، هناك دعوة لاجتماع للجنة الرباعية، يعني ما الذي سيسفر عنه الاجتماع هذه المرة؟ أتوقع أن هناك أخبار عن قبول الحوثيين المبدئي وبالمبادرة الأمريكية، وأنهم ربما يعني خلال هذا الاجتماع تطرح إذا كانت لهم ملاحظات أو تحفظات، وأن يطلب من الأطراف الأخرى التوافق عليها وإبداء الرأي إذا كانت هناك أي ملاحظات. يعني أتوقع أنه خلال هذه الفترة يقوم الحوثيون بمحاولة تحسين وضعهم العسكري لتحسين وضعهم التفاوضي، ولكنهم يخسرون كل يوم، وأعتقد أن وضعهم التفاوضي سيكون أضعف عند الاجتماع. أشكرك خالد باطرفي المحلل السياسي السعودي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. نعود بسؤال لضيفنا من إسطنبول المحلل السياسي التركي مصطفى أوزغان. سيد مصطفى، يعني هل هناك تنسيق تركي مع أطراف إقليمية فيما يخص القضايا العربية عامة؟ طبعا هناك تنسيقات حقيقة، لم يبدأ يعني اليوم، ولكن يعود عمرها إلى سنوات، لأن مثلا هناك علاقات قوية مع قطر، دوريات، هناك لقاءات دورية بين قطر وتركيا لتباحث حول التطورات دائمة في المنطقة. وأيضا في الآونة الأخيرة بعد طبعا استلام الرئاسة أهل الجديد سلمان بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، تطورت العلاقات حتى وصل إلى ما وصل الأمر، وتركيا تتطلع وكذا أعتقد المملكة العربية السعودية أن تكون هناك جسور قوية بين الطرفين، وحتى يصل الأمور إلى الشراكة الاستراتيجية، لأن كما ذكرت تحديات واحدة، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تنشد دائما أن تكون هناك دول مستقرة في الشرق الأوسط، ولكن في نفس الحالة تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هناك دول منطقة هلامية. إذن لماذا؟ لأنه يريد أن يفسح لها المجال للتلاعب في الشرق الأوسط كيف ما يشاء لمصلحتها. إذن لابد أن تكون هناك إرادة قوية وأيضا تناغم الإقليمي والتعاون الإقليمي بين هذه المنطقة، يعني المشرق العربي. في هذه الحالة نحن سنخرج بالسلامة عن عطون الحروب الموجودة والتحديات القائمة ضدنا الجميع، لأننا كلنا مستهدفون كما قيل من طبعا. لكن ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا بالتنسيق مع الدول الخليجية فيما يخص الملف اليمني تحديدا؟ طبعا يمكن تقدم تركيا استشارات عسكرية وغير العسكرية، لأن هناك تصنيع عسكري، وأيضا هناك تجارب لدى الجيش التركي في خوض الحروب ضد حزب العمال الكردستاني وغيرها، يعني ضد الإصابات. يمكن أن يقدم للتحالف الدولي أيضا المملكة العربية السعودية بعض الخبرات في هذا المجال، لأن لديه حقيقة تراكمات من الخبرات، تستطيع تركيا أن تتقاسم هذه الخبرات مع المملكة وغيرها من
للدول مجلس التعاون الخليجي. نعم، أشكرك المحلل السياسي مصطفى أوزغان، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من لندن عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام. سيد عيدروس مساء الخير. هلا، مساء النور، يا مرحبا. أهلا بك دكتور عيدروس. يعني لو بدأنا معك من التصريحات واللقاءات الدولية ودخول لاعبين دوليين على الخط مثل تركيا، هل يمكن القول أو أن تتحول هذه المواقف إلى مواقف جدية أم ستظل تصريحات وحسب؟ شكرا جزيلا ومساء الخير لك ولكل المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام. وكما أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالتحية إلى شعبنا في الداخل بمناسبة ذكرى 53 لثورة 14 من أكتوبر التي تصادف هذا اليوم. أعتقد أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية وخصوصا مناطق النزاع الساخنة في كل من سوريا والعراق واليمن وحتى ليبيا أيضا لم تعد اليوم ملكا لأبنائها وحدهم ولا حتى للمتصارعين من الطرفين. اليوم صارت الأطراف الدولية والإقليمية تسجل حضورها في هذه المناطق، في المناطق الساخنة، لتسجيل مزيد من النقاط ومحاولة، يعني بقدر ما هناك كثير من النوايا الحسنة من أجل إخماد الحرائق الملتهبة هنا وهناك، هناك أيضا التوجه لتسجيل مزيد من النفوذ أو لتغيير ميزان القوى الذي بدأ يتبلور في اتجاهات طائفية للأسف الشديد وعرقية ومذهبية وبالذات في اليمن وسوريا والعراق. لكن دكتور، برأيك التحركات الدولية هل يمكن أن تأتي بجديد على صعيد الحل السياسي في اليمن؟ أنت تتحدث عن اليمن. هو الحديث عن هناك تحركات دولية، هناك اجتماع تركي. أنت تتحدث عن الوضع في اليمن أم عن ما لأن اللاعبين الدوليين والأقليميين هم اليوم يتناولوا الحرائق في كل المنطقة. إذا كان المقصود بالنسبة لليمن، بالنسبة لليمن للأسف الشديد هناك أطراف دولية وفي مراكز قوية تقايض بالقضية اليمنية على حساب صفقات أخرى. وأنا بالتحديد أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. ما تزالان هذان المركزان ما يزالان يعني يقايضان بالقضية اليمنية على حساب نزاعات أخرى. ربما يلمس المرء أنه لا يوجد تباين في موقف روسيا والولايات المتحدة من القضية اليمنية، لكن أيضا لا يوجد حماس واضح لتطبيق قرارات مجلس الأمن. وأنا يعني قراءاتي المتعددة تقول لي أن الولايات المتحدة وروسيا وتعطيل تنفيذ قرار مجلس الأمن وما تزالان تتعاملان مع الطرف الإنقلابي على أنه قوة سياسية محترمة تستحق أن يتعامل معها كلاعب سياسي في الساحة اليمنية. لو تغير هذا الموقف للأسف الشديد هؤلاء الذين نعتقد أنهم سوبر باور لو يعني سيغيرون مواقفهم بعد سنوات بعد ما يحسون الدمار الكبير وبعد ما يصل اللهيب إليهم. اليوم بدأت قوات الحوثي تتحرش بالسفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر عند بحر المندب، وربما غدا سينقلون صراعهم حتى إلى الأطراف الدولية الأخرى وعندها سيتحرك الطرف الدولي، ولكن هذا سيكون بعد فوات الأوان، بعد ما يكون الشعب اليمني في شماله وجنوبه قد دفع ثمنا باهظا لهذه الأطراف المتهورة. الإنقلابيين في اليمن ليس لديهم مشروع، لديهم مشروع استئثاري، مشروع الاستيلاء والاستئثار فقط. نعم، ولكن دكتور، وهذا المشروع لا يقدم لا يقدم حلول حتى حلول وسط للمشكلة اليمنية. وبالتالي على لست مؤملا كثيرا على أن روسيا والولايات المتحدة يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في حل المشكلة في اليمن. هو دكتور، هو هناك أيضا هي دعوة لاجتماع مجدد للجنة الرباعية خصوصا بعد دخول الولايات المتحدة يعني خط المواجهة واستهداف بعض المواقع الخاصة بالميليشيا يعني التي استهدفت البوارج الأمريكية في المياه الإقليمية. يعني وفقا لما طرحت، ما الذي تتوقع في هذا الاجتماع؟ الحقيقة أنا مراهن على موقف المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل خاص وتركيا أيضا
يمكن أن تقدم موقفا إيجابيا، لكن هذا الموقف ما لم يكن مسنودا بالدعم الدولي. هناك موقف فرنسي ممتاز وبريطاني إلى حد ما، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وهي القوة التي الرئيسية في العملية ما يزال موقفها متذبذبا مترددا. حتى ما جرى أمس من إطلاق نار من قصف بعض المحطات الرادار التابعة للإنقلابيين هي مجرد رسائل تأديبية وليست إجراء سياسي يترتب عليه تغيير في الموقف السياسي. ولذلك أتصور أن الاجتماع الرباعي يمكن أن يكون خطوة أولية على طريق مواقف لاحقة ربما تأتي متأخرة، لكنني لا أتصور أن يتم اتخاذ حل جذري. لأنه لو الدول هذه كلها اجتمعت ولديها قناعة بإحداث تغيير جذري في الموقف السياسي من العملية الإنقلابية من الحركة الإنقلابية في اليمن، فلديها قرار مجلس الأمن هو قرار جاهز لا يحتاج إلى اجتماعات ولا يستدعي مؤتمرات، هو يستدعي فقط تطبيقه. وللأسف الشديد هذا البند تحت البند السابع الذي لم نكن نتمنى لبلادنا أن تكون تحته، لكن حتى وهو تحت البند السابع لم يتم تنفيذه، وبالتالي ما أعتقد أنه سيصدر بيان يندد ويؤخذ وربما يرفع سقف الخطاب، لكن لا أتوقع أنه سيتخذ قرار جريء باتجاه ردع الطرف الإنقلابي وتأديبه وإجباره على العودة إلى الحوار والتسليم بمشروعية قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الأساسية التي متوافق عليها. نعم، لكن دكتور يعني الخيار العسكري هل هو بات الأقرب؟ يعني لا يوجد أي بوادر لحل سياسي قادم؟ أنا شخصيا يعني لو الأمر لي، يعني أنا باحث وناشط سياسي، لم أكن أتمنى أن تطلق رصاصة واحدة في اليمن، لكن الطرف الإنقلابي يضع الخيار العسكري في المرتبة الأولى، وأي خيارات أخرى هي تأتي لتخدم الخيار العسكري، بينما الشرعية والأطراف الدولية يضعون الخيار السياسي في المرتبة الأولى، وأي تغيير في الخيار العسكري هو لخدمة الخيار السياسي. وهنا نقطة التناقض، ولذلك أعتقد أن على الشرعية وقوات التحالف وعلى المجتمع الدولي الذي يضغط على قوات التحالف عليهما أن يضغط باتجاه مزيد من الضغط على الطرف الانقلابي حتى يعود إلى المسار السياسي من خلال تغيير ميزان القوى على الأرض. نعم، إذن أشكرك الدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا في الختام أو قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، هنا أشكر ضيوفي، كان معي المحلل السياسي التركي مصطفى أوزغان، وأيضا أشكر كان معي المحلل السياسي السعودي من الرياض خالد باطرفي، وهو الشكر أيضا للدكتور عيدروس النقيب كان معنا عبر الهاتف من لندن. مشاهدينا ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة زميل ماهر منصر، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.